السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية مع عناوين هذا العدد من تواصل دوت كوم. البداية ستكون مع مواطنين في مختلف أنحاء العراق يواصلون السخرية ممن وصفوهم مرشحي السباس. في العنوان الثاني سنتجه إلى بغداد، وهناك اعتصام لسكان منطقة الإفضلية للمطالبة بتحسين الخدمات، وفي البصرة استياء من الواقع الخدمي بمنطقة الأصمعي الجديد. في العنوان الثالث نتجه إلى حوادث السير في العراق بين قلة الاهتمام بإجراءات السلامة الشخصية والحوادث المتعمدة. أما العنوان الأخير فسنتوقف فيه عند واقع الأطفال في العراق بين ظلم الأعمال الشاقة وظلمة المستقبل المجهول. البداية مع مواطن يعبر عن استيائه ممن سماهم مرشحي السباس في ظل تساقط الأمطار على عدد من المحافظات في العراق بينها محافظة ذي قار. نتابع. الآن أمطار رعدية في محافظة ذي قار وتحديدا في مدينة الغراف، أمطار غزيرة مع عواصف رعدية. طبعا هاي فرصة للبرلمانيين، هسه الشوارع راح تصير طين بفضل مسؤولينا، ما عندنا شوارع مبلطه وراح تصير طين. هاي فرصتكم يا البرلمانيين، جماعه السبويس اجتكم من الله على الله. هسه كل من يحضر لورياته وللشوارع، هاي فرصتكم بعد جماعه المحولات. هذا الشهر هسه الانواع الجويه تقول امطار، يعني امطار راح تستمر لمده شهر كامل، يعني بالعامية الشوارع راح تصير سرياف. فحضروا السبويس يا برلمانيين الناصرية، اجتكم من الله على الله هاي، وبسلامتكم وبسلامتكم. الآن إلى المثنى، وأحد المواطنين هناك يتحدث عن واقع المحافظة في ظل انقطاع الاهتمام الحكومي بها وحضور المرشحين عليها كدعاية انتخابية بحسب كثيرين. فأني أتساءل وأقول شنو هاي المجاري؟ وين هالمجاري؟ وينها؟ شو بس خيسة، وهاي عينة صغيرونة لو نتجول ببقية الأقضية فراح تطلع الكوارث. وأعتقد إنه هذا المطر إجا نعمة للمرشحين اللي فرشوا سبيس، لأن يقول لك الماي مفيد للسبيس في أي في أول أيام الولادة مال السبيس يكون مفيد. فسؤالي للمعنيين للشرفاء، شنو قصة جباية الأموال مال المجاري والمحافظة كلها ما بيها مجاري؟ والدليل أعتقد السماوة خايسة هسة وفايضة من الماي، بس نستاهل، شعب جبان، الجبان كل شيء يستاهل، كل شيء يستاهل، شعب جبان، شعب جبان، جبان كافي، جبان، كل شيء نستاهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شعب جبان حتى نذكركم بها، وردوهم أوكي، ردوهم نفسيتهم، ردوا الفاسدين، ردوا اللي كل شيء ما خدموا، ردوا اللي باقوا باسمكم، كلهم ردوهم، لأن راح نشتاق لهم هواي. فما أعتقد أنتم راح تحرمونا من عندهم، ليش؟ لأن أنتم شعب جبان. إلى خبر آخر، وأسوة بغيرهم في العراق، أهالي منطقة الإفضلية في بغداد يعتصمون للمطالبة بتحسين الخدمات في منطقتهم. حرك شباب، لا أحد يتحرك يمينا، الكل يبقى، جزاكم الله خير. Oh,
إلى الأصمعي الجديد في البصرة الآن، والتي تعد مركز المحافظة. تابعوا واقع تلك المنطقة وكيف يتحدث المواطنون عن غياب الاهتمام الحكومي بها. السلام عليكم ورحمة الله. الأصمعي الجديد ليس بجديد، والدليل هذه المشاهد المصورة. هل يتصور الواحد منا أن منطقة الأصمعي هي مركز البصرة؟ إحنا الآن نصور في مركز البصرة، هذا بجوارنا شارع بغداد. مع الأسف البعض من المرشحين حينما يطرح شعارات إعادة مناطق المحررين والفاتحين، كما تتم إعادة المدن المهدمة جراء داعش في الموصل وغيرها. هذه هي مناطق المحررين الأصمعي، انطت شهداء ضمن شهداء الحشد الشعبي الآلاف المؤلفة من البصرة. إلى موضوع آخر الآن، حوادث المرور في العراق ليست دائما تكون ناجمة عن أمر عرضي أو خارج عن سيطرة السائق، أحيانا تكون بسبب عدم توخي السائقين في مختلف المحافظات العراقية لإجراءات السلامة. شاهدوا بأم أعينكم الآن واحكموا على هذا المقطع المصور، وكيف أن سائق السيارة التي ستتعرض لحادث وتشاهدونها بأم أعينكم، شاهدوا كيف أنه لم يتوخى إجراءات السلامة. نتابع. حادث في وضح النهار واستهتار مرفوض، ويعني سرعة على هذا الطريق بشكل عجيب أدت إلى هذا الحادث المروع الذي أنتم عليه شهود. إلى مشهد آخر وفيه تصادم شاحنتين كبيرتين، وفي المقطع من رصدوا الحادث لاحقا يتحدثون عن إهمال السائق بشكل أو بآخر. كم يجي منا؟ شو أنت ضر هاي عمرك؟ شوف صاحبكم تون. شوف ولا أداة سبراير. هذا شوف السائق هذا واللي قاتل المقطورة؟ نفر هو الكيشن هنا. ناطفر ايه. ربك فتح الباب، شوف الباب لحد الآن مفتوح. طبعا هذه نماذج للحوادث التي سببها عدم تقيد بإجراءات الأمان. أما الآن فنشاهد معا مقطع فيديو يظهر دهس المحامي صلاح الشريف بواسطة مجرم في سيارة بيك أب في البصرة، وسيبدو لكم من المقطع المصور أن الحادث كان متعمدا كما تناقله مرتد وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفوه أنه حادث متعمد قام به أحد المجرمين كما قالوا. نتابع. ختام زاوية الأخبار مع هذا المقطع الذي يبين لكم واقع الطفولة في العراق. أنا عبد الله، وأنا عبد الله، عمري 14 سنة، أبوي رحمل 2006، أمي توفى، وجيت الحياة الصناعي أشتغل شغلات صعبة.
أنا المعين لأهلي، لا راتب لا تعويض لا حكومة لا بحجة. نمطي تقريبا يطلع له 7000 إلى 10000 يوميا. أي حكومة ما عندنا تتابع هذا المجال، متابعة هذا المجال بهالوقت هذا يعني أعتقد صعبة، يعني المفروض سن ال 18 فما فوق يلا يشتغل. بس أنت من تجي لحالة عبد الله، عبد الله الرجل هو المعيل لعائلته، لا حقوق لا راتب لا كذا، يعني شو نسوي الرجل؟ عمري 13 سنة، جاي أشتغل هاي الشغلة، تارك الدراسة، جاي أشتغل هاي الشغلة الصعبة خطرة، تارك صلي السنتين أشتغل هاي تعبت، لا جتنا لا حكومة ولا أي منظمة. سابقا كان التعليم إلزامي وكانت هناك محاسبة من قبل الحكومة، اليوم هذا الموضوع لم يكن موجود، ولذلك أنه حتى التسرب من المدارس هو أيضا سبب من أسباب هذه الحالة. ومن الواقع المرير الذي شاهدتم إلى واقع لا يقل عنه مرارة، إنه واقع التعليم المزري في العراق، وكيف أن الأطفال يعيشون في بيئة لا تتوفر فيها أدنى معايير الإنسانية اللازمة لا التعليمية فحسب. شاهدوا هذه الصورة الملتقطة لعدد من الطلبة في إحدى المدارس، طبعا الصورة مقربة وهي تظهر جدارا مهدوما ينظر منه الأطفال، يعني حتى غرفة الدراسة التي يجلسون فيها غير معدة وغير مجهزة وجدارها آيل للسقوط أو هو غير موجود أصلا. الآن نذهب إياكم إلى قراءة في أبرز التعليقات التي نشرت في فيسبوك تعليقا على الصورة التي شاهدتموها. نذهب إلى التعليق الأول من محمد عبد الرحمن الذي قال: ما شاء الله هذا نتاج الحكومة الملائكية. محمد عبد الرحمن يحمل يعني التقصير في هذا الواقع التعليمي المزري في العراق إلى الحكومة بشكل مباشر. إلى تعليق جديد. محمد عبد الرحمن هو ذاته. طبعا الآن سنذهب مشاهدينا إلى تعليق جديد من خلاله نستعرض يعني آراء بعض المواطنين. أبو يحيى كتب نسخة منه إلى الأحزاب والعمائم اللي حكمت البلد بعد 2003، فضحتونا بين الدول يا منحطين يا خونة. هنا يقول: أرسلوا هذه الصورة نسخة منها إلى المعممين وإلى المسؤولين الذين نصبوا أنفسهم حكاما على العراق، وكيف أنهم ما هم إلا مجموعة من اللصوص والسراق لا أكثر. كما قال إلى صورة أو إلى تعليق جديد من رياض يقول: هذه الصورة تحية لكل مهوال تغنب أي سياسي أوصلنا لهذه الحالة، ضلوا هوسوا ضلوا بدون استثناء الكل زبالة أجل الله القارئ. هنا يتحدث عن بعض المواطنين الذين يجملون بين قوسين قبح المسؤولين ويبررون لهم أفعالهم ويظهرونهم كما لو أنهم كانوا أبطالا ومخلصين مخلصين. إلى تعليق جديد الآن داود يكتب: هذه في زمن اللصوص ومنجزاتهم سيحاسبهم التاريخ. يتحدث هذا الشاب أيضا ويؤكد أن هذا المشهد ما كان سيكون لولا أن العراق نصب عليه من لم يراعوا الله فيه ولم يرقبوا في أهله إلا ولا ذمة. إلى التعليق الأخير الآن نذهب وإياكم، وكتبته أو كتبه يحيى يقول: كمان تعظيم يا حزب الدعوة، لقد هدمتم العراق بلمحة بصر. يحيى يتهم حزب الدعوة بشكل صريح أنه من هدم العراق هدم التعليم بالعراق وبوقت قصير فقط، فما بالكم لو فاز هذا الحزب مرة ثانية يقول عراقيون. بعد قليل نذهب وإياكم إلى تويتر. نشط أخيرا على تويتر هاشتاغ مذبحة الأطفال في أفغانستان، هذه المذبحة البشعة التي
استنكرتها كثير من المنظمات الدولية وأصدرت البيانات كالعادة. وفي تويتر كان هناك الكثير من النشطاء الذين كتبوا تعليقاً على هذا الهاشتاج وكيف تعاطفوا مع مسلمي أفغانستان ومع الأطفال هناك. نقرأ الآن عليكم التغريدات التي نشطت على هاشتاج مذبحة الأطفال في أفغانستان. كتب وائل القاسم: مذبحة الأطفال في أفغانستان سواء كان المنفذ الطيران الأمريكي أم الأفغاني، وسواء كان حفل تحفيظ القرآن الكريم برعاية طالبان أم لا، تبقى الجريمة بشعة ولا يمكن لعاقل تبريرها، فقد راحت ضحيتها عصافير بريئة. سؤال: ماذا لو أن الضحايا أطفال مسيحيون يقرؤون الإنجيل؟ كيف ستكون ردة فعل العالم؟ وائل يتحدث ويقول: هل لأنهم مسلمون لا عزاء فيهم ولا بواكي لهم؟ ترى ماذا ستكون ردة فعل الدول في هذا العالم المترامي الأطراف لو كان الضحايا من الأطفال هم من المسيحيين وكانوا يقرؤون الإنجيل القرآن؟ نقول حتما ستكون الإجابة مختلفة. إلى تغريدة جديدة. في التغريدة التالية نقرأ ما كتب دكتور حسن الحسيني، يقول: اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بمن قتل حفاظ كتابك الكريم، حسبنا الله ونعم الوكيل. كالعادة الدعاء ولا شيء غير الدعاء مقارنة أو نزولا عند الواقع المزري الذي تعيشه الأمة الإسلامية. قطبة إلى تغريدة ثالثة الآن. عبد اللطيف هاجس يكتب: قتل الله من قتلهم وأهلك من تسبب في موتهم، فتية القرآن ما ذنبهم إلا أنهم اجتمعوا على مائدة القرآن التي تغيظ أعداء القرآن، لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. هذا الرجل يقول رأيه ويقول إن العين تدمع على مقتل حفظة القرآن الأطفال الذين يتدارسون كتاب الله، لماذا يقتلون جهارا نهارا وهم غير مذنبين. إلى التغريدة الأخيرة الآن، وكتبها دكتور عادل الدمخي، يقول: عادل، لا شك أن مذبحة الأطفال في أفغانستان وقتل أطفال القرآن جريمة متعمدة لوأد من يحمل القرآن في قلبه، لذا يجب أن لا تتوقف أو أن لا نتوقف عن دعم حفظة كتاب الله وتشجيع أطفالنا على حب القرآن، وليكن هدفنا بعد مجزرة أطفال القرآن أن نخرج بدل 100 طفل 1,000,000 حافظ، ولنبذل اهتمامنا وأموالنا في سبيل ذلك. دكتور عادل يؤكد على ضرورة أن تدعم مراكز تحفيظ القرآن وحلقات العلم، وأن يتم تخريج الأطفال الذين يقرؤون القرآن بشكل اعتيادي ودائم. رفض دور دعم القرآن الكريم ويعني تقديم الدعم المادي لهم من أجل جيل قرآني يحفظ العهد ويحقق السؤدد لهذه الأمة كما يقول هذا الرجل. بعد قليل نذهب إياكم إلى فقرة المقاطع المصورة. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. في المقاطع المصورة البداية مع الفلسطينيين. الفلسطينيون يواصلون ابتكار أساليب المقاومة السلمية في مسيرة العودة الكبرى. نتابع معا.
طبعا جدير في الذكر أنه في الجمعة الماضية ارتقى 10 من الفلسطينيين على طريق مسيرة العودة الكبرى، من بينهم الصحفي الزميل ياسر مرتجى، وكان يحمل كاميرا ويصور، ولكن الاحتلال عاجله برصاصة متفجرة أصابته في بطنه وفارق على إثرها الحياة، إضافة إلى سقوط العشرات من الجرحى. إلى سوريا الآن، وهناك نظام الأسد يقر قانونا بمصادرة أملاك المطلوبين لديه الذين عدهم مخالفين لنظامه. الآن بعيداً عن الأخبار السياسية وعما شاهدتم، نذهب إلى موضوعات مختلفة في العراق. تعالوا نتعرف على أبرز اللاعبين العراقيين الأكثر مشاركة مع المنتخب في البطولات الدولية. معلومات قيمة وجميلة، هل تتفقون معي؟ الآن نذهب وإياكم إلى موضوع آخر ومختلف أيضا. قد يبدو الأمر غريبا، لكن هل فكرت يوما إذا كان هناك ثمة فرق في البيض ذي اللون الأبيض والآخر ذي اللون البني؟ تعالوا نتعرف على الفروق معا. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من تواصل دوت كوم. لاحقا نلتقيكم على خير. أطيب التحيات، السلام عليكم.